فرحاتي منسق سواس مفقودين ينضم إلينا. حسن فرحاتي ما رأيك؟ هل تخويف هذا التلفزيون الجزائري وسلطة تخوف الجزائريين؟ هل هذا هو شعورك كذلك مثلما شعور غالبية أجمع كما أجمع الجزائريون؟ أولا السلام عليكم مزوز مرة في الأول. كم السلام مزوز. يعني ماشي أول مرة السلطة الجزائرية تخوف الشعب كيكون هي مغلوب مسدودة عليها من كل جهة تخوف الشعب. ها تحبوا سينها بتحول ولا ما تحبوش سينها وش راح يصير فيكم؟ يعني هذه ماشي المرة الأولى اللي دارتها لنا السلطة الجزائرية. وأسف كثير في المؤسسة الوطنية تاع التلفزيون الجزائري يوروا صور كما هذه للشعب الجزائري، والشعب الجزائري الحمد لله يعرفهم دوك أو عرف حقيقتهم باللي كي يحبوا يديروا حاجة. يعني هذا هو الهدف تاعهم، يا نقعدوا حنا يا نعاودوا نقولوا العشرية السوداء. أنا متأسفين كثير 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 مشكور باسكو المجتمع الجزائري راهو ماهوش خايف من هذه السلطة. هذه السلطة دي راهي خايفة من الشعب الجزائري باسكو الحقنة الوضعية مسدودة وهما ما صابوش الحلول. أنت تتوقع أنت في ثلاث شهور يبت الحكومة، يعني في ثلاث شهور يصدقوا على الميثاق تاعهم في ثلاث شهور. يعني تأسف كثير، تأسفنا وحنا ما نعرفوهم وما يعرفونا، وحنا باللي حنا يا في القضية المختطفين احنا ما يخوفوناش باسكو خلاص قلوبنا راهي ماتت، والشعب الجزائري راهو كره وراهو يستنى برك النضال السلمي. لازم يناضوا سلميا، ما لازمش يخليهم مكان ونشدوهم. يعني ولكن انت قلت على هذاك المخطوفين، يعني القانون عبد الغني بادي يقول القانون المفروض قانون المصالحه يمنع احياء الجراح. يعني القانون يقول ينطبق على التلفزيون الجزائري، يعني اخترق القانون باحياء جراح المأساة الوطنيه كما توصف. يعني كيديروا اخويا جمال كيديروا قوانين يديرهم الشعب البسيط. هما ما كاش لي يحكم البلاد هذه. الماده 46 كما قال الاستاذ بادي المحترم، يعني ربما كاين قوانين كيفاش انت تقول عفا الله عما سلف، ولازم ننساو ولازم ما نلبش نعاودوا نلور. وهما يوريولك الصور كيما هذه ماهوش حاب يقول. واش صافي يدير هما صافي يدير حلال عليهم وحلال على الضحايا باش يتكلموا على ذويهم. هذا هو السؤال يبقى مطروح. طيب وعلاش انتم حلال عليكم والضحايا ما عندهمش حق يعرفوا ولادهم وراهم؟ عبد الغني بادي ما رايو؟ أعود إليك، ابقى معنا لو سمحت. حسن فرحاتي أعود إليك. حسن فرحاتي كنت تقول تصر يجب أن تبقى المطالب مطالب سلمية. هل تخشى أنه هناك من يريد أن يصعد لكي تخرج الأمور تحت السيطرة لتخدم أطراف؟ هل تخشى هذا؟ يسر الله بكل جزائري يخشاها. أنا ما حبيناش نعاودوا باسكو الدولة الجزائرية راهي تخوف الشعب، دونك هما راهم يديروا في المستحيل باش راهم يخوفوا في الشعب باش كيخوفونا. هذا هو المطلب. حنا كيقولوا سلمية، حنا النضال تاعنا راهو سلمي أكثر من 20 سنة راهو سلمي، وراهم يقمعونا شك من البارح قمعونا داونا لمراكز الشرطة بقوة باش ما نطالبوش على حقيقتنا. دوك حنا ما خايفين على ولادنا، ما خايفين على الشعب الجزائري، على الشبان الجزائريين. ما حبيناش نعاودوا نوضوا كما يوروا هما راهم يخوفوا فينا. حنا عيينا خلاص، حنا دوزنا بركات. عندي واحد العقاب اخ جمال، عندي كاين فئه من الشعب الجزائري راهي منسيه، كاين 3300 جزائري راهم مدفونين بالعاليه بدون اسم، يعني سو اكس. يعني هذول رانا نسيناهم. حنا طلبنا من السلطات الجزائريه يا خويا جمال، طلبنا من السلطات باش يفتحوا التحقيق على هذا الملف 3300 جزائري. هذا قسم قيمي بصراحه، يعني الرقم
الجزائري مدفونين في العاليه بدون هويه. علاش الدوله الجزائريه ما تديرش الاجراءات باش تنقص التعب على 3600 عائله؟ كل عائله نضربها في اثنين ولا في ثلاثه. طيب شحال العائله راهي مقيوسه اخويا جمال؟ شكرا جزيلا لك.